مباراة الاتفاق والنصر في الجولة 18 من دوري روشن السعودي لكي تجد المباراة معرفة لك فضل الضغط لك وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب الهوى بارك أسكينغ سعودي نيفرسيتي بالرياض توقيت المباراة سوف يكون في الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب اما بالنسبه للقنوات الناقلة المباراه قناه اس اس سبورتي دي واحد الناقل الحصري للمباراه تجدون في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا دعمنا بكل شراء و وتفعيل خاص تتوسع الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبرة، ونراكم مواعيد موعد في موعد قادم